المدرسة العليا للقضاء هي مؤسسة إدارية عمومية ذات طابع إداري طبعا، وتعنى بتكوين الطلبة القضاة، التكوين القاعدي، وكذلك بتكوين السادة القضاة العاملين للرفع من مهاراتهم. الالتحاق بالمدرسة يكون بمسابقة، هذه المسابقة مسابقة وطنية. نحن لا نعطي الجانب النظري، لأن الأستاذ الجامعي قد يعني بالدراسة الأكاديمية، التعريف، العناصر إلى غير ذلك. التكوين المستمر سيدي فيه شقين، فيه تكوين مستمر وتكوين تخصصي. الدفاع القوي هو ركن أساسي في بناء قضاء قوي. وزارة العدل كانت السباقة إلى رقمنة العمل القضائي، واليوم العمل القضائي مرقمن لله الحمد في الجهات القضائية وحتى على مستوى الإدارة المركزية. والمدرسة للقضاء كان أول هدف وصولنا إلى المدرسة أننا نعمل على الرقمنة.